السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ سنة أولى متوسط على قناة جنة العلوم. بداية فقط لا تبخلونا بتقديم الإعجاب وبالاشتراك. مورد انتقال النسغة عبر أعضاء النبات الأخضر أو دوران النسغة. ننتقل تشخيصي كمدخل لهذا المورد. أولا، شروط حدوث عملية التركيب الضوئي 5 ما هي؟ إذن هذه الشروط الضرورية والأساسية لكي يقوم النبات بتركيب المواد العضوية. طبعا لابد من توفر الضوء وكذلك الماء والأملاح المعدنية وغاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى توفر اليخضور الموجود بالنبات الأخضر في حد ذاته. السؤال الثاني، ثانيا، للبيوت البلاستيكية فوائد كثيرة، منها ما هي هذه الفوائد؟ إذا توجد عدة فوائد، من بين هذه الفوائد هو الحصول على ثمار في وقت مبكر وفي غير وقتها وذات جودة عالية، كذلك الحماية من الأعشاب الضارة ومن المناخ القاسي من مثلا الجليد. إذا هذه هي فوائد البيوت البلاستيكية. يعتبر حرق الغابات وقطع الأشجار طبعا سلوك سلبي الإنسان، أما غرس الأشجار والاعتناء بها فهو سلوك إيجابي. وضعية تعلمية، يشكل الماء والأملاح المعدنية الممتصة على مستوى الجذر محلولا معدنيا يسمى بالنسغ الناقص. إذن هذه تسمية جديدة للمحلول المعدني الذي يتكون من الماء والأملاح المعدنية يسمى بالنسغ الناقص، الذي ينتقل في النبات ليتغذى عليه، سمي بالنسغ الناقص طبعا لأنه ينقص شيئا ما. سنكتشف ماذا ينقصه في الحصة المقبلة إن شاء الله. المشكل، ما هو المسار الذي يتبعه النسغ الناقص وفيما يستعمله النبات؟ إذن ما أهمية هذا النسغ وما هو مساره؟ إذن خلال هذا النشاط، خلال هذه الحصة، سنحدد مسار النسغ الناقص ونتعرف عليه، من أين ينتقل وإلى أين ينتقل وكيف ينتقل وعبر ماذا ينتقل هذا النسغ الناقص. إذن النشاط الأول، تحديد مسار النسغ الناقص في النبات. إذن طبعا بعد إجراء تجربة، هذه التجربة يتم خلالها وضع نبات أخضر في محلول ملون أحمر. بعد فترة لاحظوا النتيجة ماذا حدث بعد فترة زمنية، ثم نقوم بإجراء مقطع عرضي. ها هو المقطع العرضي في الساق، قم بالقطع هنا، ثم بعدها نقوم بإجراء مقطع طولي. لاحظ النتيجة. إذن التعليمات، كيف أصبح لون الأوراق؟ إذن واضح كانت خضراء، كيف أصبح لونها حمراء؟ ثانيا، فسر ظهور البقع الملونة في المقطع العرضي، يعني كيف نفسر هذه البقع التي ظهرت هنا؟ كيف نفسر ذلك؟ هذا يدل على أن النسق قد صعد إلى الأوراق وانتقل عبر هذه المناطق في الساق. وأخيرا، ماذا تستنتج؟ إذن أولا، تلونت الأوراق من لون المحلول الأحمر، فلو أننا وضعنا محلول آخر أزرق مثلا لأصبحت الأوراق زرقاء. التفسير، تدل البقع على صعود المحلول الملون، صعد عبر ماذا؟ عبر هذه الأوعية، هذه الأجزاء، عبارة عن أوعية تشبه الأنابيب تقوم بنقل النسغ من الجذور إلى غاية الأوراق إلى الأعلى، من الأسفل إلى أعلى الورقة، وهي أوعية خشبية ناقلة، أوعية خشبية ناقلة. إذا هذا فيما يخص التعليمات. إذا مسار النسغ الناقص ما هو؟ مسار النسغ الناقص يأخذ اتجاهه من الجذور إلى الساق ثم إلى الأوراق. إذا نتيجة بسيطة لهذه الحصة، ينتقل النسغ الناقص من الجذر إلى الأوراق عبر الساق في أوعية خاصة تدعى بالأوعية الخشبية. إذا هذا فيما يخص النشاط الأول. أتمنى أنكم استفدتم أعزائي، وإلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. لا تبخلونا بالاشتراك وبتقديم الإعجاب. شكرا لكم، مع السلامة.